نظم حزب الأمة العراقية وقفة جماهيرية أمام السفارة الإيرانية وسط العاصمة بغداد للتنديد بالاعتداءات المتكررة التي يقوم بها الجانب الإيراني عبر استهدافها للأراضي العراقية في حدود محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان بهجمات صاروخية ما تسبب بسقوط العديد من الضحايا المدنيين. هذا ودعا المحتجون مجلس النواب لاتخاذ قرار حازم واستثنائي بإيقاف تلك الخروقات. ويستنكر كافة الفعاليات الغير مبررة من الجانب الإيراني. لذلك قيادات وجماهير حزب الأمة العراقية تدعو مجلس النواب العراقي في جلسته التي ستعقد يوم السبت بأن يتخذ قرار حازم واستثنائي بإيقاف تلك الخروقات على السيادة العراقية. كذلك يستغرب حزب الأمة العراقية من الصمت الحكومي اللامبرر تجاه تلك التجاوزات على مدننا العراقية الآمنة في إقليم كردستان. كذلك ندعو الحكومة العراقية أن تتخذ إجراءاتها الدبلوماسية تجاه تلك الخروقات على سيادتنا، وأن تستدعي السفير الإيراني بمذكرة شديدة الاحتجاج على تلك الخروقات والتصرفات. عاش العراق، عاش العراق، مدننا العراقية من شمال العراق إلى جنوبه، شعب واحد، وطن واحد، دم واحد.